بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى المواضيع بتاعتنا، عندنا موضوعين ناقصين ان شاء الله، ونبقى كده خلصنا الحاجات الجديدة. ماشي، يبقى كده احنا موضوعين ناقصين، ويبقى كده احنا ناقص لنا ان احنا بقى نجمع كل المواضيع في الجزء العملي. الموضوع بتاعنا الاولاني موضوع سهل قوي ومش مستخدم وعمرك ما هتستخدمه في حياتك، بس تبقى عارف عنه فكرة. الموضوع بتاعي الديف سيرف بريفرنس، ده معناه ان انا بدي بريوريتي او الاولويه للاتش تي بي، اي موقع اتش تي بي عندي، مثلا عندي الياهو، عندي جوجل، وعندي مثلا الفيسبوك. عايز الناس لما يجي مثلا انا اكتب جوجل ومصطفى يكتب مثلا ياهو ومحمد يكتب مثلا فيسبوك، انا التيم جي يرد عليا انا قبليهم، يبقى ليه بريوريتي اولى للمواقع اللي موجوده عندي. خلاص، فانت بتبدا تعملها ازاي؟ بتبدا الاول حاجه ان انت تقول له انا عايز انيبل النتورك ترافيك بتاعتي بتاعت الديفيرت سيرف. بعد كده بتيجي هنا كده وتحدد البريوريتيز بتاعتك، هتقول له مثلا الاولاني، هتقول له بريوريتي نيم، هتقول له مثلا رقم واحد، وتبدا تدي له رقم هنا مثلا ايه 100,000. الرقم ده عدد البتات اللي هو هيكونكت عليها، يعني هيبقى كل واحد للبريوريتي بتاعته. هنا طبعا الرقم ده هيبقى رقم واحد، وهتقلوه مثلا ممكن تقلوه السايز بريوريتي مثلا، يبقى لو عدى ال 100 خلاص يبقى ما فيش مثلا بريوريتي للويب سايت ده. يعني بص يا سيدي، انت دلوقتي بتكونكت على الويب سايت، مش الويب سايت ده بيبقى ليه عدد ميجا معينه؟ صح، مش اي ويب سايت. الفيسبوك ده انت لما بتفتحه، انت فكرك الفيسبوك ده لما بتفتحه انت كده ما بتعملش داونلود؟ كده عملت داونلود. حسب بقى الصفحه بتاعتك، والله الصفحه بتاعتك فيها 50 صوره، يبقى انت بتعمل داونلود لل 50 صوره مثلا، ال 50 صوره هيجيبوا 1 ميجا. واحد تاني فتح الصفحه بتاعته فيها صورتين، يبقى الصورتين بتوعه دول هيجيبوا مثلا 10 كي، وهكذا. خلاص، فانت هنا بتحدد السايز بتاعك، لما انا ادخل البريوريتي بتاعتي دي تبقى ليها سايز معين، ليميت السايز بتاع البريوريتي. احدد الاولويه بتاعتي، يعني مثلا دلوقتي انا هفتح الفيسبوك، الفيسبوك ده مثلا السايز بتاعه او السايز بتاع الويب سايت بتاعه 1 ميجا. خلاص، واحد تاني السايز بتاعه 2 ميجا، يبقى انا اللي ليا البريوريتي الاعلى عشان انا اقل، الا اذا الرقم اللي انا حطيته هنا اقل من الرقم بتاع الويب سايت. هي الموضوع لافف شويه بالراحه. يعني انا دلوقتي هنا كده بقول له مثلا البتات بتاعتك اللي انت هتقيس بيها البريوريتي 10,000. ماشي كده، مفهومه؟ بس بقول له ايه، ها، ابلاي سايز ليميت، يعني حط لي ليميت للبريوريتي، اخري قد ايه؟ 20,000 مثلا او 200,000. يعني اخري الويب سايت ده بيتراوح البريوريتي بتاعته، عشان البريوريتي بتاعته تشتغل يبقى من اول 20,000 لغايه ايه؟ 10,000. واصله؟ ازيد من كده مش هتطبق عليك القصه بتاعت البريوريتي. فهمت؟ فاهم يا طه؟ ولا بتقولوا لي فاهمين ولا مش فاهمين؟ بص يا سيدي، ويب سايت دلوقتي انا هفتحه، الويب سايت بتاعي ده مساحته جيجا. حلو كده، يبقى انا هنا لو حاطط له جيجا يبقى البريوريتي متطبقه عليه. معايا كده؟ طيب الويب سايت ده انا حاطط السايز بتاعه جيجا، جيت افتحه لقيته جيجا ونص، يبقى مش هيطبق عليه البريوريتي، يبقى كان انا مش عامل القصه بتاعت البريوريتي. فهمت؟ فانا هنا بحدد له ايه؟ ابلاي سايز. ما هو ده بقى فين ده؟ الرقم ده يعني، ولا الرقم ده بتاعه؟ ما هو الرقم ده ده اللي هو بيقيس بيه الويب سايت. حلو كده، بس انا بقول له هنا ايه؟ ابلاي سايز ليميت تو ذيس بريوريتي، يعني اخرك علشان البريوريتي تتطبق يبقى السايز ده. عدت السايز ده مفيش بريوريتي. بس كده، عدت بقى ال 200,000 يبقى انا ما عنديش ايه؟ بريوريتي، مفيش بريوريتي هتطبق، يبقى زي بس كده. ما هي الله يفتح عليك. طبعا انا لو شلت التشيك بوكس ده يبقى كده ايه؟
البريوريتي شغاله بقى، ملهاش علاقه، ملهاش سايز. فهمت يا محمد؟ لا، ما انت لسه انت بتحدد بريوريتي. يعني انا احط دلوقتي رقم واحد، اجي هنا تاني واقول له اد واحط رقم اتنين، ازود بقى اقلل بقى الرقم ده مثلا، اقول له مثلا ايه 900 معايا، وقال له مثلا السايز مثلا اخره اللي هو 100,000، واقول له اوكي. في صفر زيادة يا عم، خليها هنا 0.9. ها باشا اعمل ايه؟ لا اقعد يا عم اقعد. هنا عايز ايه؟ طب قول له مثلا كده هنا 100 فوليوم از فاليد بتقول ايه؟ ما هو 6 ارقام. كده كام رقم كده؟ 6 صح؟ وهنا اقول له 7 بقى. بس كده انت لازم تزود الرقم عن رقم، ماشي كده؟ ادي مثلا ان انا عملت واحد بريوريتي رقم واحد، بريوريتي رقم اتنين، وادلي مثلا واحد تاني بريوريتي رقم تلاته. حلو كده؟ ها واجي هنا بقى واكتب له اليو ار ال اللي انا عايزه. اكتب له مثلا www.yahoo.com، ماشي؟ عايز بقى الياهو باللي تحت منه بتقول له باك سلاش استريك ياهو بقى والميل بتاعه ومش عارف ايه والكلام ده، وتحدد له بقى البريوريتي اللي انت عايزها، رقم واحد ولا رقم اتنين، او ممكن تعملها بدومين. يعني ممكن تيجي هنا كده وتكتب له دومين ايه مثلا، وبرضه تحدد له البريوريتي اللي انت عايزه. يعني واحد بقى، ما انت الرقم الاكبر للواحد. طبعا على كله، اي واحد بقى يختار الموقع ده. طبعا انت بتقول له انهي بقى ده هيبقى من انهي نتورك، هتقول له من الاكسترنال. اصبر يا محمد، هتقول له منين؟ من الاكسترنال، وتحدد له الجهه اللي انت عايز تطبق عليها البريوريتي. مفهومه؟ طبعا ده ممكن مثلا انت تعمله للويب سايت بتاع الشركه. اللي عايز مثلا الويب سايت بتاع الشركه يبقى ليه البريوريتي الاعلى. ليه بقى ممكن تعمله الويب سايت بتاع الشركه؟ علشان خاطر الموضوع بتاع الريدايركت. فاكرين انتوا الريدايركت خدناها احنا، لما مثلا انا عايز اديناي 6 واديناي مش عارف ايه، فبقول له ريدايركت للويب سايت بتاع الشركه، فممكن اشغلها للويب سايت بتاع الشركه. بس ممكن بقى تيجي هنا تقول له اد وتقول له مثلا جوجل، ده هيبقى بريوريتي رقم 2. حد بيطبقها اصلا الكلام ده؟ الكلام ده غير مستخدم اصلا في الحياه العمليه، وغير مشروح اصلا، يعني مش هتلاقي اصلا عليه كلام في الموك غير كلمتين بسيطين يعني. مفهومه؟ المهم ان انت بس تبقى فاهم ان انت هنا بتحدد البريوريتي بتاعتك، تبقى فاهم طبعا. من هنا برضو ها ممكن تحدد، بتقول له البريوريتي بتاعت انهي ترافيك انت عايزه، بلوك ابلاي تو ذا فيرست بلوك تو ترافيك. يعني انت مثلا ايه، لو بريوريتي رقم 2 يبقى البريوريتي رقم واحد هو اللي متطبق، وبريوريتي رقم اتنين تستنى شوية، وهكذا. يعني قصة فكسانة مفهوم؟ انت بتحدد له بس البريوريتي هنا، تكتب له كام اليو ار ال، الدومين اللي انت عايزه لو انت عايزه، وتحدد له النتورك اللي انت عايزه. سهلة دي طبعا، ملهاش حاجة على مستوى البوليسز دي عامة، دي على مستوى التي ام جي كله.